مين؟ نجوى؟ مش جاي لي نجوى. ليه؟ بفكر. وانا كمان. طب خديني جنبك بقى نفكر سوا. أما الحب ده لذيذ بشكل يالا. احنا ما كناش عايشين يا جدع. ليه؟ نجوى؟ يا جدع انت اطلع من نافوخي بلا يا جدعان يا خرابي كان هيموت في ايدي فتيس. مسكتوا الفار. يا نافوخي هما ضربوني بايه؟ مش قلت لك بلاش. اصل عمي راجل محافظ قوي والنبي هنا مفيش رجاله تدخل الفيلا. عمك؟ ده لو عمها عارف الحكايه ديت هيقلب الدنيا. هو هتبقى فضيحه في العيله. سنة. احنا لازم نسلمه للبوليس. انا هروح اطلب النبي. ملوش لزوم، البوليس مش هيقدر يعمل حاجه. ليه؟ جعيص يعني؟ احنا دلوقتي فيه سياده القانون، والله اما يكون مين؟ مين؟ ده يبقى صاحب الفيلا دي. ان شاء الله اكون صاحب الهرم الاكبر، وقدام الانسان عضو في التعدي الاشتراكي يبقى بتقول مين؟ بقول يبقى صاحب الفيلا دي. ربنا يوفقه. اصلا انت مش فاهم اصلا ده. هنخرج من هنا نروح فين يا بيسا؟ لسه هندور تاني بعد ما استقرينا خلاص وابتدينا نذاكر. الله، اظن واضح كان بيأجلنا الفيلا دي ليه؟ مش ممكن نقعد فيها بعد كده يا حبيبتي. ما يقدرش يطردنا، احنا ماضيين معاه عقود نخرم بيها عينه. نرفع عليه قضيه ونشحططه في المحاكم. جماعه المساله مش مساله حق قانوني، المساله مساله كرامه. الله، ازاي تقبلوا تعيشوا في بيت واحد مع راجل غريب؟ على مالك على مهلك على مهلك على مهلك. خليك جامد امار. ايوه بيه. ارجوكوا تسمعوني قبل ما تتخذوا اي قرار. اولا انا اللي قلت العلوان، ما يقولكمش ان انا ساكن جنبيكم علشان ما ترفضوش الاوض الجميله اللي جهزناكم. ثانيا سبب دخولي عندكم امبارح بالليل اني كنت نسيت حاجات واوراق مهمة لما جيت نقلت. ثالثا لازم تعتبروا الفيلا دي بتاعتكم انتوا مش بتاعتنا. بس ارجوكوا اسمحوا لي اقعد في اوضتي كام يوم لغاية ما اخف. ولغاية ما الاقي سكن تاني علشان تخلصوا من وشي خالص.
بعد الشر عليك. العمولي حلوان زنتني حلوان. يا حرام شو هالزلم الادم منتهى الاخلاق. يا سلام ضحك عليكو كلب عليكو حلاوة. بالعكس ده حسب لنا الدنيا وماشي. لا هو ما يمشيش لان ده ملكو احنا اللي نازل نمشي وده قراري الاخير للعلم. منصوع انا عندي اقتراح. مرفوض. نسيب الفلة. ايوة كده. بس اما نلاقي حتة تسكن في مكان تاني يعني هنفضل هنا مؤقتا. ايوه عشان خاطرنا بقى يا بسبوسه والنبي. بس ايه خدوا بالكم لان الوضع دلوقتي متغير. ده الفيلا فيها رجاله. رجاله؟ هما فين دول الرجاله؟ احنا مش احنا. احنا هم يا رجاله في الفيلا تبقى فضيحه. بسيطة ولو على شو خايفين؟ كل وحدة منكم تقفل باب اوضتها عليا من جوا. انت فاهم ايه حكاية ولو جوا؟ بتقول كل باب يسكر على الحنة انا من جوا. يا دلي انا شايف ان الحكاية ابتدت تتعقد يا ساعة البيه. بالعكس يا عبيد ابتدت تحلو. يا بيه يا ابني ولا تقبرني ان شاء الله. يسلم لعيونك حبيبي. انت حياتي تسلم. مشكله عيني هو انت يبعت لك حمى تسلقك سلق ان شاء الله. وحمى اف لا حمى ولا عجمي انا بنشرب سجاير بتمم عليكم. استغفر الله العظيم ريحتك حلوه الله يخرب بيت امك. الورد جميل لكن الصفح أجمل. صباح الفل حمد. أهديك هذا الورد لكي يتعبد عني في محراب جمالك حمد. إلى أجمل من في الدار أم العيون ذات الأسرار حمدي. الشاي الكشري يا بنات. شاي زيتون. زيتون؟ احنا امبارح كنا عصبيين شويه وظلمنا حمدي مش كده والنبي؟ فعلا ده باين عليه جنتلمان قوي. ده النهارده الصبح بعت لي سبت ورد. انا كنت فاكره انه بعت لي انا بس
وانت كمان جالك ورد يا شوشو؟ ايه، وبعتلي معاه كلمه رقيقه. اسمعي شو كاتبلي. تقبريني يا حياه قلبي يا روحي، تقبريني ان شاء الله. اشمعنى احنا ما بعتلناش ولا سبت سجل حتى؟ لو عارف احنا مين هيبعت لنا سبت جزم قديم. ياه، ده انا اتاخرت قوي على الكليه. يلا بقى. لا انا مش هروح، اصلي تعبانه شويه. انت حره. باي باي.